بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طالبات القسم العلمي معنا اليوم لقاء جديد من الدروس التعليمية المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة إدارة التوجيه على المدارس الحكومية لمادة الجيولوجيا معكم اليوم الأستاذ أسامة الشربيني مدرس مادة الجيولوجيا بمدرسة الوحيدة السنوية منطقة من دبي التعليمية درس اليوم عن موضوع يسمى بعدم التوافق هذا الموضوع من الموضوعات الهامة جدا بالمنهج ويتركز علي عدة نقاط أولا يجب أن احنا نتعرف في البداية علي ما المقصود بعدم التوافق وكيف يتم تحديده على القطاعات الجيولوجية مع ذكر كل نوع من أنواع عدم التوافق هذا الموضوع يحتاج الي نوع من المهارة العالية جدا من الطالب ولذلك أتمنى إنكم تركزوا معايا في الجزء القادم. عدم التوافق لكي نصل إلى مفهوم صحيح له يجب أن نتتبع الأحداث الجيولوجية من الأقدم إلى الأحدث. معنى الآن واضح ترتيب الفترات الزمنية التي مرت على الأرض من الأقدم إلى الأحدث في تتابع يبدأ بخصوصا في ظهر الحياة الظاهرة من الكامبري الأردوفيشي السيلوري الديفوني الكربوني البرمي الترياسي الجراسي التباشيري، العصر الثالث ثم العصر الرابع التتابعات الصخرية التالية ستوضح كيفية ترتيب الطبقات من الأقدم إلى الأحدث لكي نحكم عليها هل يوجد عدم توافق أم لا الشكل العلوي يوضح طبقة من الحجر الجيري ترسبت في العصر السيلوري يليها طبقة من الديفوني في العصر الديفوني من الحجر الرملي ثم حجر طيني مكون في العصر الكربون هذا التتابع لو لاحظنا في الجدول سيلوري ثم ديفوني ثم كربوني تتابع صحيح 100% ولذلك نقدر نحن نطلق على هذا الجزء طبقات متوافقة أما في القطاع الآخر سنجد الترتيب سيلوري ثم ديفوني كربوني ترياسي هناك حلقة مفقودة ما بين الكربوني والترياسي هو العصر البرمي ولهذا لم تترسب طبقات العصر البرمي يا ترى ما السبب في ذلك مؤكد حدث في هذا التوقيت حركة أرضية رافعة أدت إلى ارتفاع قاع البحر فانحصر قاع البحر وبالتالي توقف الترسيب وبدأت تحدث عمليات من التجوية والتعرية عملية توقف الترسيب أدت إلى فقدان بعض الطبقات وكذلك عوامل التجاوب التعريه تؤدي ايضا الى فقدان بعض الطبقات حاليا هذا السطح يسمى عدم توافق نظرا لغياب طبقات العصر البرمي هذه الطبقات اذا تسمى طبقات غير متوافقه اكيد حضراتكم الان توصلتم معي الى مفهوم الطبقات المتوافقه لابد انها تكون عباره عن مجموعه من الطبقات ترسبت بشكل متتابع زمنيا من الاقدم الى الاحدث اما الطبقات غير المتوافقه فهناك فقدان في بعض الطبقات نتيجه الحركات الرافعه وانحصار البحر فسر عدم وجود مجموعه متكامله من الطبقات المتوافقه في اي مكان على سطح الارض يعود السبب في ذلك كما ذكرنا سابقا الى تعرض جميع مناطق القشره الارضيه الى حركات ارضيه رافعه عبر الازمنه الماضيه ادت اولا الى انحسار البحر وبالتالي توقف الترسيب وتوقف الترسيب معناه اختفاء بعض الطبقات كما تنشط عوامل التعريه التي تؤدي بالفعل الى اختفاء بعض الطبقات التي تم ترسيبها سابقا وبالتالي تختفي بعض الطبقات مما يؤدي الى تكوين ما يسمى بعدم التوافق. اذا السبب الرئيسي هو الحركات الرافعه التي ادت الى الانحصار والانقطاع الترسيب مما يؤدي الى اختفاء بعض الطبقات وكذلك الاحافير حيث ان الاحافير توجد داخل الطبقات مراحل تكون سطح عدم التوافق ابنائي وبناتي اعرض عليكم الان فلاش تعليمي عن كيفيه تكون اسطح عدم التوافق حاولوا التدقيق معي في هذا الفلاش في البداية حدث طغيان البحر أدى إلى ترسيب الطبقات واحد ثم اثنين ثم ثلاثة ثم أربعة وخمسة وهكذا بدأت تحدث حركة أرضية رافعة أدت إلى انحسار البحر وصاحبها عملية طي وتداخل ناري بدأت عمليات التجوية والتعرية تؤدي إلى اختفاء بعض الطبقات مرة أخرى حركة هابطة أدت إلى طغيان البحر وإعادة الترسيب مرة أخرى مكونة ما يسمى سطح عدم التوافق. حركة أرضية أخرى رافعة أدت إلى عملية التجوية والتعرية ثم هابطة أدت إلى إعادة الترسيب من جديد مكونة سطح عدم توافق جديد. وصاحب ذلك حدوث صدع في هذا المكان. نلاحظ في هذا الشكل وجود سطحين من عدم التوافق أو ثلاث أسطح من عدم التوافق أيضا. سطح بيفصل ما بين التداخلات الصخور الناريه السفلى والصخور الرسوبيه العليا سطح اخر نتج عن عمليه التجويه والتعريه وانقطاع الترسيب وكذلك سطح ايه ثالث نتج ايضا عن عمليه انقطاع الترسيب نتيجه الحركات الارضيه الرافعه إذن مما سبق هناك عده مراحل لتكون سطح عدم الطواف اولا ترسيب الطبقات في وضع افقي يليها تعرض الطبقات لحركات رافعه ادت الى انحسار البحر ونشاط التجويه والتعريه مما ادى الى اختفاء بعض الطبقات واخيرا تعرض المنطقه لحركه ارضيه هابطه تؤدي الى طغيان البحر واعاده الترسيب من جديد مكونه سطح عدم توافق يفصل ما بين الطبقات القديمه والطبقات الحديثه ما الاهميه الاقتصاديه لعدم التوافق عدم التوافق من التراكيب السنويه التي تساهم في تجمع النفط والرواسب المعدنيه كما ان لها اهميه في التعرف على التاريخ الجيولوجي من خلال كتابه التقارير الجيولوجيه وسوف نتطرق اليها في الفصل الدراسي الثالث بالتفصيل تحديد مدى اختلاف بيئات الترسيب من خلال مقارنه الاحافير المرشده الموجوده في الطبقات من منطقه الى اخرى وكذلك دراسه العلاقه الطبقيه بين الصخور حيث أن الطبقات التي تقع أسفل عدم التوافق عادة ستكون أقدم من الطبقات الموجودة أعلى عدم التوافق. تصنيف عدم التوافق حسب درجة الانتشار. إذا كان عدم التوافق منتشر على مساحة واسعة يسمى عدم توافق إقليمي. أما إذا كان على نطاق ضيق يسمى عدم توافق محلي. ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين عدم التوافق المحلي وعدم التوافق الإقليمي؟ نلاحظ معًا المحلي محدود الانتشار أي يوجد في مكان ضيق، عدم التوافق الإقليمي واسع الانتشار أي يوجد على مساحة واسعة. الحركة المسببة لعدم التوافق المحلي هي حركة أرضية واسعة الانتشار، أما المسببة لعدم التوافق الإقليمي حركة أرضية محدودة الانتشار، هنا واسعة الانتشار وهنا محدودة الانتشار. اذا ما هو وجه الشبه بين عدم التوافق المحلي وعدم التوافق الاقليمي كلاهما اكيد من التراكيب السنوية. ما الادله على عدم التوافق عدم التوافق لابد ان انا اتعرف اولا على اصل عدم التوافق لابد من تحديدها على القطاع ولكي نصل الى هذه المرحله لابد ان احنا نتعرف معا على الادله اللازمه للتعرف على سطح عدم التوافق. هذه الادله بنحصرها في تسع ادله مختلفه. الدليل الاول وجود سطح متعرج يفصل بين مجموعتين من الطبقات. مع الحرص الا يكون هذا السطح هو السطح العلوي لانه اذا كان السطح العلوي يسمى سطح الارض. الدليل الثاني وجود طبقه من الكونجلومرات. طيب طبقه الكونجلومرات بيكون عند سطحها السفلي. الدليل الثالث اختلاف الميل بين مجموعتين من الطبقات. نلاحظ في هذا الشكل الطبقات السفلى مائلة أما العليا طبقات أفقية. الدليل الرابع تعرض الطبقات السفلى للطي وعدم تعرض العليا. نقدر في نفس الوقت نقول على هذا الدليل اختلاف ميل الطبقات أيضا لعدم توازي الطبقات السفلى مع الطبقات العليا. الدليل الرابع الخامس الطبقات السفلى تعرضت للصدع والعليا لم تتعرض اذا هذا سطح عدم توافق وجود تداخل ناري اثر على الطبقه الاولى والثانيه ولم يؤثر على الطبقه الثالثه اذا ايضا هذا سطح عدم توافق تعرض الطبقات السفلى لقطع ناري وعدم تعرض العليا مع الحذر لابد ان انا الاحظ عدم وجود تحول حراري في هذا الجزء إن وُجد فهيكون هذا القاطع أثر على الطبقات السفلى والعليا وبالتالي لا يوجد عدم توافق. الدليل الثامن وجود سد ناري مصحوب بتحول حراري من أسفل فقط أما إذا كان مسحوب مصحوب بمصحوب بتحول حراري من أسفل وأعلى لا يوجد عدم توافق لأنه سيكون أحدث من الطبقات السفلى وكذلك العليا. الدليل الأخير اختفاء أحافير كان يتوقع وجودها في تتابع صخري. كما عرضت عليكم سابقا في البداية هناك عصور مرتبه من الاقدم الى الاحدث كل عصر تميزه بعض الاحافير المرشده توجد في كل طبقه فانه اختفت بعض الاحافير يدل على توقف الترسيب وبالتالي يكون هناك اسطح لعدم التوافق هذه الادله هي اللي هتساعدنا مع بعض على تحديد اسطح عدم التوافق كما هو موضح في الشكل التالي حدد اسطح عدم التوافق برسم سهم على الشكل المقابل حاولوا تلاحظوا معايا دائما ابدأ من اسفل الى اعلى هذا الجزء هذا الجزء بلاحظ فيه وجود سطح متعرج يفصل بين مجموعتين من الطبقات كما انه يوجد في هذا المكان تداخل ناري اللي هو كي اثر على الطبقة A و ولم يؤثر على الطبقة C اذا هذا السطح مؤكد هو عدم توافق ولذلك بنشير اليه بسهم هناك دليلين على انه عدم توافق اولا تعرض الطبقات السفلى للتداخل الناري وعدم تعرض الطبقات العليا ثانيا سطح متعرج يفصل بين مجموعتين من الطبقات السطح الثاني نلاحظ في هذا السطح ايضا سطح متعرج يفصل بين مجموعتين من الطبقات كذلك اختلاف ميل الطبقات الواضح ما بين الطبقات السفلى والطبقات العليا السفلى مائلة والعليا افقية كما ان الطبقات السفلى تعرضت لصدع والعليا لم تتعرض اذا هناك ثلاث اسباب على ان هذا السطح عدم توافق اختلاف الميل وجود سطح متعرج يفصل بين مجموعتين من الطبقات تعرض السفلى لصدع وعدم تعرض العليا واخيرا السطح الاخير من عدم التوافق هو هذا السطح نظرا لوجود طبقه من الكونجلومرات ودائما السطح السفلي للكونجلومرات بيكون سطح عدم توافق نظرا لانها بتدل على حدوث تجويه وتعريه للطبقه السفلى. نتطرق الان الى انواع عدم التوافق. عندي اربع انواع من عدم التوافق يجب ان احنا نميز بينهم جيدا. اولا عدم توافق زاوي وهنا لابد ان يتواجد هناك اختلاف ميل ما بين الطبقات السفلى والطبقات العليا. اما النوع الثاني زي هذا النوع بنلاحظ في هذا الشكل اللي هو نرمز اليه بالرمز اكس الطبقات السفلى تعرضت لميل والعليا لم تتعرض، اذا هذا السطح يعتبر عدم توافق زاوي. والدليل اختلاف الميل. ويجب ان احنا نفرق مع بعض جيدا بين الادله وبين الانواع. الادله هي احد الادله التسعه سابقه الذكر، اما النوع فيكون واحد من اربع انواع نعرضها عليكم الان. النوع الثاني عدم توافق انقطاعي. بتلاحظ إن السطح إكس يفصل بين مجموعتين من الطبقات، مجموعة سفلى ومجموعة أخرى عليا، ولكن المجموعتين مختلفتين نفس الميل تقريبًا. نفس الميل. ولذلك هنا يكون عندي شك، هل هيكون عدم توافق انقطاعي أم عدم توافق يسمى شبه توافق اللي هو القادم. طيب كيف نفرق بين شبه التوافق وعدم التوافق الانقطاعي؟ عدم التوافق الانقطاعي زي ما حضراتكم شايفين هذا الجزء السفلي افقي وايضا العلوي افقي اي ان الطبقات لها نفس الميل والطبقه التي تعلو السطح ليست كونجلومرات. بينما في شبه التوافق هنجد شيء مختلف نفس الشيء ولكن الطبقه العليا كونجلومرات. ايضا هذا شكل ايضا اخر لعدم التوافق الانقطاعي. نيجي بقى لشبه التوافق هذا النوع عليه دليلين اثنين. اولا بلاحظ هنا الطبقات السفلى من هذا السطح الطبقات السفلى أفقية وكذلك العليا أفقية والطبقة التي تعلوه كونجلومرات إذا هذا السطح أكيد هيكون شبه طواف ده الدليل الأول عليه وجود طبقة من الكونجلومرات ونفس الميل بين المجموعة السفلى والعليا هناك دليل آخر وهو اختفاء أحفورة كان يتوقع وجودها هذا الأمر مبهم عليكم نسبيا نظرا لعدم التعرف الى الان على الاحافير المرشده حيث سيتم دراستها بالتفصيل في الفصل الدراسي الثالث ولكن هذا الشكل بيوضح ترتيب الطبقات في العمود ايه هذا الترتيب صحيح في ترايلوبايت يليه مرجان ثم عقارب بحريه اما القطاع بي هنلاحظ في عندي ترايلوبايت في هذا المكان يليه مباشره عقارب مائيه فين راح المرجان الرباعي اختفى المرجان الايه؟ الرباعي. اختفاء المرجان الرباعي يؤكد انحصار البحر نتيجه تعرض المنطقه الحركة ارضيه رافعه. ادت الى توقف الترسيب وبالتالي اختفت الطبقات ومعها الاحافير. اذا اختفاء احفوره يؤكد ان هذا السطح من النوع شبه التوافق. في النهايه شبه التوافق يمكن التعرف عليه بطريقتين. سطح يفصل بين مجموعتين من الطبقات لها نفس الميل ولكن الطبقه التي تعلو مباشره لابد ان تكون كونجلومرات. او الدليل الاخر هو اختفاء احفوره كان يتوقع وجودها. هذا طبعا السطح عدم توافق طبعا السطح السفلي لا توافق تخالفي هذا النوع الرابع بنلاحظ اللي هو السطح المشار اليه بالعلامه اكس هذا السطح يفصل ما بين صخور متحوله وصخور اخرى ناريه ويعلوها صخر الطفل ده صخر رسوبي. إذا هناك اختلاف واضح في أنواع الصخور. يمكن أن يفصل هذا السطح اللي هو لا توافق تخلفي ما بين الجزء السفلي بيكون تداخل ناري والعلوي رسوبي مباشرة، أو السفلي متحول والعلوي رسوبي. أو السفلي بيكون متحول زائد ناري والعلوي رسوبي. ولذلك هو سطح يكون مستوي أو متعرج أحياناً. ويفصل بين مجموعتين من الطبقات العليا رسوبية والسفلى إما نارية أو متحولة أو كلاهما معا إذا هم الأربع أنواع ملخص كامل لهم عايزين نحاول نطبق مع بعض هذه الأنواع على شكل رسومات على شكل قطاعات جيولوجية أبنائي وبنات الطلاب لاحظوا معي الآن هذا الفلاش بيوضح بعض أنواع مختلفة من عدم التوافق هنا انحصار، حدوث تعرية، ثم هبوط، وطغيان البحر، وإعادة الترسيم من جديد، في فقدان للطبقات، إذا ما هذا النوع من عدم التوافق؟ يجب إن احنا نحلل الموقف أولا، الطبقات السفلى والعليا لها نفس الميل، إذا الإجابة قد تكون شبه توافق، أو نقدر نقول عليه اللي هو انقطاعي. ولكن بنلاحظ ان الطبقه التي تعلوه ليست كونجلومرات، اذا اكيد هو عدم توافق انقطاعي. النوع الثاني. لاحظوا هذا الجزء، ده عباره عن تدخلات ناريه وسط صخور متحوله. بدأت تحدث عمليات تعريه ثم حركه هابطه ادت الى طغيان البحر وترسيب طبقات رسوبيه من جديد ما هذا النوع؟ هذا النوع عبارة عن سطح متعرج يفصل بين طبقات سفلى عبارة عن نارية ومتحولة ويعلوها مباشرة طبقات رسوبية أي يعني من نوع آخر إذا أكيد هو عبارة عن لا توافق تخالفي نوع آخر لاحظوا معايا حركة رافعة أدت إلى سني الطبقات أو حدوث طيات صاحبها عمليات من التعرية ثم حركة هابطة أدت إلى طغيان البحر وإعادة الترسيب من جديد. برأيكم ما هذا النوع؟ بنلاحظ في اختلاف ميل واضح ما بين الطبقات السفلى والطبقات العليا. هذا الاختلاف في الميل يؤكد أن هذا النوع عبارة عن عدم توافق زاوي. أبنائي وبناتي أعرض عليكم الآن بعض الشرائح للتعرف على أنواع عدم التوافق المختلفة. فالرجاء التركيز فيها وتطبيق الاسس اللي اتدربنا عليها. ما نوع عدم التوافق في القطاع B؟ والمشار اليه بالرمز X هذا الجزء. مع العلم بان التتابع الاحفوري الموجود في العمود A إيه؟ صحيح. حاولوا تفكروا معايا فيه. اكيد هنا في اختفاء احفوره. ما هي الاحفوره التي اختفت؟ هي احفوره المرجان الرباعي. وطالما في اكتفاء حفوره اذا النوع هنا اكيد انا سامعكم بتقولوا معايا الان عباره عن شبه توافق اجابه سليمه الشريحه الثانيه ما نوع عدم التوافق المشار اليه بالرمز اكس لاحظوا تماما الطبقات التي تقع اسفله عباره عن صخر متحول وصخر ناري وما يعلوه صخر رسوبي اذا فالنوع اكيد عبارة عن لا توافق تخالفي إجابة سليمة الشريحة اللي بعدها ما نوع عدم التوافق المشار إليه بالرمز X لاحظوا معايا في اختلاف ميل واضح بين الطبقات السفلى والطبقات العليا هذا الاختلاف في الميل يؤكد أن عدم التوافق من النوع أكيد هيكون النوع الزاوي قطع آخر ما نوع عدم التوافق في التتابع الصخري المقابل والمشار اليه بالرمز اكس حاولوا تحللوا معايا الموقف الطبقات السفلى افقيه وكذلك العليا افقيه اذا هناك احتمالان قد يكون عدم توافق انقطاعي وقد يكون شبه توافق نحاول نلاحظ ما هي الطبقه التي تعلو سطح عدم التوافق طبقه عباره عن حجر رملي اذا ليست تكون إذا الإجابة هنا هتأكيد هتكون عدم توافق إنقطاعي. تدريبات بقى شاملة على هذا الموضوع. أولاً حدد أسطح عدم التوافق على الشكل المقابل. حاولوا تفكروا معايا. دائماً ابدأ من أسفل إلى أعلى. هنا عبارة عن سطح متعرج واضح تماماً. إذا أكيد ده سطح عدم توافق. سطح آخر أيضاً هنا متعرج وفي اختلاف ميل تحت في صدع وفوق ما في صدع إذا برضو أيضاً عبارة عن عدم توافق. إذا هناك سطحان من عدم التوافق في هذا الشكل. السؤال اللي بعده اكتب دليلين على عدم التوافق الأحدث عدم التوافق الأحدث نقصد به عدم التوافق العلوي وليس السفلي السفلي يسمى أقدم أما العلوي يسمى أحدث. هناك دليلين واضحين تماما سطح متعرج يفصل بين مجموعتين من الطبقات وأيضا في اختلاف في الميل موضوع الصدع إن كان وصل للسطح مباشرة وتوقف فهو دليل ثابت على هذا الموضوع أما بهذا الشكل فيعتبر هناك شك قد يمتد إلى مسافة أبعد من ذلك وبالتالي نحاول نحن نبعده عن الأدلة محتاجين ناخد أدلة واضحة تماما في الشكل إذن الدليلين سطح متعرج يفصل بين مجموعتين من الطبقات. ثانيًا اختلاف ميل الطبقات الواضح ما بين العليا والإيه؟ والسفلى. السؤال الثالث ما نوع عدم التوافق الأقدم؟ عدم التوافق الأقدم أولًا بنلاحظ فيه اختلاف في الميل ما بين الطبقات السفلى والطبقات العليا. اختلاف الميل يؤكد تمامًا إن هذا النوع عبارة عن عدم توافق زاوي. الشريحة اللي بعدها حدد أسطح عدم التوافق برسم أسهم على الشكل المقابل حاول دائما تتتبع الأحداث من أسفل إلى أعلى هذا السطح يعتبر سطح واضح تماما أنه بيفصل بين مجموعتين مختلفتين في الميل إذا هو سطح عدم توافق كمان هذا السطح في عدة أدلة وجود كونجلومرات سطح متعرج يفصل بين طبقتين اختلاف الميل الواضح ما بين المجموعة السفلى والمجموعة العليا، يعني هناك عدة أدلة على إنه عدم توافق. إذن أيضا ده عدم توافق. أما السطح العلوي هذا فليس عدم توافق، بل هو سطح الأرض، لأن هذا السطح لا يفصل بين مجموعتين من الطبقات. اكتب ثلاث أدلة على عدم التوافق الأحدث. واحد زي ما قلنا سطح متعرج، ثانيًا وجود الكونجلومرات، ثالثًا اختلاف الميل. ما نوع عدم التوافق الأقدم؟ في اختلاف ميل واضح، إذا انتهى هذا الموضوع، هو عبارة عن عدم توافق زاوي. النوع الوحيد اللي بيتسم باختلاف الميل هو عدم التوافق الزاوي. أمعن النظر في القطاع الجيولوجي الذي أمامك ثم أجب عن الأسئلة. حدد أسطح عدم التوافق برسم أسهم على الشكل المقابل. هذا الجزء عبارة عن سطح متعرج يفصل بين طبقتين وأيضا سفلي للكونجلومرات ويفصل بين مجموعتين مختلفتين في الميل إذا هو عدم توافق لوجود كام دليل؟ ثلاث أدلة مختلفة. هذا السطح أيضا عدم توافق لوجود كونجلومرات. إذا هو أيضا سطح عدم توافق. ولا تقع في هذا الخطأ إن الصدع توقف في هذا المكان بالعكس الصدع ممتد ولكنه موجود أسفل القاطع الناري بدليل ان هذه الطبقه الرمليه منسوبها يختلف عن هذه الطبقه الرمليه يعني حدث لها ازاحه مما يؤكد ان الصدع اثر على جميع الطبقات من اسفل الى اعلى وبالتالي ليس دليلا على عدم التوافق اكتب ثلاث ادله على عدم التوافق الاقدم اولا زي ما قلنا اختلاف الميل الواضح ثانيا وجود الكونجلومرات ثالثا سطح متعرج يفصل بين مجموعتين من الطبقات. ما نوع عدم التوافق الأقدم؟ في اختلاف ميل واضح، وفي كونجلومرات، فهنا هناك شك بعض الطلاب ممكن يقول لي شبه توافق لوجود كونجلومرات، والبعض الآخر يقول لأ شبه يعتبر عدم توافق زاوي، بالعكس هو عدم توافق زاوي أكيد لأن في اختلاف ميل، شبه التوافق لابد أن يكون المجموعتين لهما نفس الميل مع وجود الكونجلومرات لكي يصبح شبه توافق. إذن هو زاوي ما نوع عدم التوافق الاحدث هنا بقى واضح تماما انه سطح يفصل بين مجموعتين من الطبقات لها نفس الميل والطبقه التي تعلوه مباشره عباره عن كونجلومرات إذن النوع هنا يختلف وهو عباره عن نوع عباره عن ايه شبه توافق واضح تماما هذا القطاع وبيوضح لي نوعين مختلفين من عدم التوافق مع اختلاف كمان الادله أمعن النظر في هذا القطاع وحدد أسطح عدم التوافق هنا حاول أنك تلاحظ دايما الدليل الموجود في الأسفل عبارة عن مفتاح يوضح لك نوعية الصخور الموجودة في القطاع هذا الجزء البعض قد يعتبره أحيانا أنه أنهايدرايت أو جبس لا دائما اطلع على الموجود تحت المفتاح الموجود في الأسفل ده عبارة عن صخر ناري إذا ده صخر ناري وده عبارة عن حجر طيني يعني صخر رسوبي إذا أكيد يفصل ما بينهم سطح عدم توافق. هذا السطح طبعا أكيد هيكون إيه لا توافق تخالفي زي ما قلنا قبل كده. في سطح آخر في هذا المكان لوجود طبقة من الكونجلومرات. أيضا في سطح آخر في هذا المكان لعدة أسباب هنعرفها الآن. إذا هناك الآن ثلاث أسطح من عدم التوافق. السؤال الأول اكتب ثلاث أدلة على عدم التوافق الأحدث واضحة تماما في اختلاف ميل تعرض الطبقات السفلى للصدع وعدم تعرض العليا تعرض السفلى للقطع ناري وعدم تعرض العليا ثلاث أسباب واضحة تماما ما نوع عدم التوافق الأقدم عدم التوافق الأقدم واضح أنه بيفصل ما بين صخر ناري وآخر رسوبي إذا المؤكد أنه عبارة عن لا توافق تخلفي ما نوع عدم التوافق الثاني؟ الثاني يبقى يقصد هذا السطح في هناك هذه الطبقات العليا والسفلى لها نفس الميل والطبقه التي تعلو مباشره كونجلومرات اذا هذا النوع عباره عن شبه توافق. امعن النظر في القطاع ثم حدد اسطح عدم التوافق. هذا السطح عدم توافق لعدة أسباب واضحة تماما في اختلاف ميل في يكون في سطح متعرج يفصل ما بين طبقتين سطح آخر في هذا المكان أيضا متعرج يفصل بين مجموعتين من الطبقات وكذلك في اختلاف ميل كما أن هناك مؤشر واضح على حدوث تعرية لطبقة الحجر الجير السفلى وهي وجود قطع من الجير وسط الرمل مما يؤكد حدوث عملية تجوية وتعرية لطبقة الجير نتيجة انحصار البحر وبالتالي أكيد في عدم توافق أيضا. أكتب ثلاث أدلة على عدم التوافق الأقدم، حاليا حضراتكم أصبحتوا خبرة تماما في هذا الموضوع، تقدروا تقولوا معايا أول دليل طبعا في سطح متعرج، في كمان كنجلمرات، في اختلاف ميل واضح تماما ما بين المجموعة السفلى والمجموعة العليا. ما نوع عدم التوافق الأقدم؟ اختلاف الميل واضح انتهى الموضوع اذا هو عدم توافق زاوي اعزائي في نهاية لقاءنا هذا اشكركم واتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.